ونسنعالج هذه المشكلة. إذا ضغطنا على play لدينا مشكلة في التشغيل. نحل المشكلة. error 3005. لأن لدينا مشكلة في التشغيل. نضغط plus exit. So to fix that problem, إذا وجدتك مشكلة easy anti cheat فقط تقوم بهذا الحل. The solution is easy. Just install this Total Avi antivirus and it will solve the problem. Yeah, that's it. هذا فقط تقوم بتحميل هذا البرنامج المكافح للفيروسات وسوف يحل لك المشكلة.